بالأمس قد دعي أطفال غزة وشباب غزة أن يذهبوا لجمع المساعدات، وقيل لهم تعالوا لتأخذوا المساعدات، وقد جمعوا الناس على صعيد واحد، مئات آلاف الناس في بقعة واحدة يريدون رغيف خبز لأطفالهم، ثم قصفوهم في مكان واحد وغدروا بهم، واستشهد أكثر من 150 شهيد، وانغمست تلك الدماء بأرغفة الخبز وبالطحين وبالدقيق. وكانت وصية أحدهم وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة وبين أحضانه كيس الدقيق، قال لصاحبه: إن أنا استشهدت فأرسل هذا الدقيق لبناتي الأربعة، فإنهن في البيت يبكين من الجوع. وكانت وصيته الأخيرة لهذا العالم الحقير، لهذا العالم المنافق، وصيته لحكام العرب، وصيته للحكومات العربية، وصيته لجامعة النفاق العربية، وصيته أن أرسلوا كيس الدقيق إلى بناتي. لمن نخطب ولمن نصرخ؟ لا بارك الله فينا ولا بارك في الخطب، وأبناء غزة يموتون من الجوع وتختلط دماؤهم بأكياس الطحين. لا بارك الله فينا ولا في الخطب، لا في صيامنا ولا في عبادتنا ولا في تضرعنا. ويفصل عن 2 مليون مسلم، عن 2 مليار مسلم جدار. ألا قبح الله تلك الوجوه الخائنة؟ ألا قبح الله تلك الوجوه العفنة؟ لم يستطيعوا أن يدخلوا لنا الطعام لأبنائنا من الباب فدخلوا من الشباك. أهذه أمة الفتوحات وأمة النصر؟ لست والله أدري ماذا أقول، لست والله أدري ماذا سأتحدث. إن كانت صرخات الأطفال في غزة والرجال الذين رأيتموهم عبر الشاشات لم تحرك ساكنا في هذه الأمة، هل ستحرك بهم خطبة جمعة؟ المشاهد التي نراها كأننا نشاهد صور متحركة عبر الشاشات، صور دماء وأناس يذبحون كالنعاج في الشوارع، وهذه الأمة ترقب وتنظر. أين غضبت هذه الأمة؟ غضبت هذه الأمة في الملاعب. وليت هذه الأمة غضبت لغزة كما غضبت في الملاعب قبل أيام. استشهد بالأمس 150 شهيد أمام أعين هذه الأمة. كم واحد من أمة محمد خرج في مظاهرة؟ كم واحد من أمة محمد خرج في الشوارع؟ غثاء كغثاء السيل. نحن لا نملك والله إلا الكلمات، ولا تملك هذه الأمة إلا الكلمات. وما وصلنا إلى هذا الحال الذي نعيشه إلا أننا والله لا نحسن في هذه الحياة إلا الكلام، وهم لم يحسنوا في هذه الحياة إلا قتلنا وإلا تدمير بيوتنا. ولكن أقول ختاما أيها الكرام، إن هناك سنة عظيمة، وهذه السنة هي التي تطمئن هذه الأمة، هي سنة الاستبدال. سنة الاستبدال، بالله عليك انظر إلى المسلمين وهم يرون هذه الدماء ولم يحركوا ساكنا. يأتي جندي أمريكي، جندي أمريكي يحرق نفسه وهو ينادي الحرية لفلسطين والحرية لغزة، وقد أنبه ضميره بعد أن شارك في الإبادة في غزة، وقد حرق نفسه بعيدا على أنه كافر، قد حركته الإنسانية في صدره وقد حركه الضمير في قلبه. ليت هذه الإنسانية بعيدا عن الإسلام الذي تطوفون به حول الكعبة
يا ليت هذه الإنسانية التي في قلب ذلك الأمريكي حركت فيكم شيء يا أمة محمد، ليت حركت فيكم. والله اليوم نحن لا نناديكم بالإسلام، نحن ناديناكم على المنابر بالدين وبالإسلام وبقال الله وبقال الرسول، فما حركت فيكم ساكنا؟ نناديكم بهذه الإنسانية في قلب ذلك الأمريكي، نناديكم بهذه الإنسانية وبهذا الضمير أن يتحرك في نفوسكم، حتى الإنسانية لا تمتلكوها، حتى الإنسانية التي كانت في الجاهلية نهيك على أن تكون في الإسلام لم تكن اليوم في صدوركم، فأنتم والدواب سواء. ولهذا أيها الكرام، عهدنا وظننا وثقتنا أن الله معنا، أن الله عز وجل معنا. ودليل ذلك أيها الكرام أنتم يا أهل الشام وأنتم يا أهل سوريا، انظروا كم ترككم العالم هذه السنوات، فلا عجب أن يترك هذا العالم غزة، لا عجب. فمن لم ينصر سوريا سينصر غزة؟ رغم كل بترول هذه الأرض إلا أن هناك من يموت بالجوع، رغم كل مليارات الدولارات التي تنفق في الهواء، وكان أقربها ليلة رأس السنة لم تكن كافية أن تنقذ من يموتون الآن بسبب الجوع في شوارع غزة. أحبتي، إنما يجري الآن في غزة والله قد كشف الكثير، وقد كشف هذا العالم المنافق الذي لم يكن ينادي بحقوق الإنسان، كان ينادي بحقوق الحيوان، وكان يعلمنا أنه العالم المتحضر والعالم المثقف والعالم صاحب الحضارة، والواحد منا يتباهى أنه قد ذهب إلى أوروبا، ويتباهى أنه يتحدث الإنجليزية، ويتباهى بحضارة الغرب. كل هذه الحضارة حضارة كاذبة، كلها حضارة منافقة، كلها حضارة حقيرة، كلها قد سقطت حينما سقط الأطفال في غزة، قد سقطت حينما سقط الرجال في شوارع غزة. ولهذا أيها الكرام، كم خطبنا هذه الأيام على المنابر، وكم صرخنا على المنابر، وكم وصلت هذه الخطب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لقد أسمعت ولو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي.